السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن في دورة الفوتوشوب CS6 تحت رعاية أكاديمية موقع وقف أونلاين. الدرس اللي فات احنا اتكلمنا على أدوات الريكتانجل زي الأدوات دي، تمام. أنا بس كنت عايز أقول شوية معلومات بسيطة جدا عن الأدوات دي. الأدوات دي أو أي أداة من الأدوات دي هي عبارة عن شكل مرسوم بالبين تول. يعني إيه؟ يعني هو شكل، يعني مثلا المربع ده مربع مرسوم بالبين تول، في اربع بوينتس، بوينت هنا وبوينت هنا وبوينت هنا وبوينت هنا، اقدر اشكل فيه زي ما انا عايز عن طريق اداه الدايركت سيكشن. مثلا اقدر اختار البوينت دي وحركه مثلا واعمل شكل بالطريقه دي، ممكن اجيب البوينت دي وحركه زي ما انتم شايفين كده، ممكن اي شكل في الدنيا ممكن اعدل عليه زي ما انتم شايفين كده. طيب ده بالنسبه للمربع فقط، لا ده طبعا بالنسبه لجميع الاشكال، يعني حتى اداه الكاستم شيب تول لو اخترنا مثلا شكل اللي احنا رسمناه المره اللي فاتت، وليكن مثلا شكل التليفون ده اهو، تمام، ممكن اعدل عليه. مثلا اجيب اداه ريفليكشن تول وابدا اشوف النقط فين وابدا اعدل عليه زي ما انا عايز. طبعا التعديل ده بيبقى موجود في الشكل ده بس لو جبت شكل التليفون ده هيترسم شكل التليفون، مش هيرسم لي التعديل، لا هيرسم شكل التليفون برضه، لان هو متسيف على اساس ان هو مرسوم شكل التليفون. ايا كان انت هتعمله بعد كده فيه، ممكن تلعب بقى فيه، تعمل لنفسك فيه. طبعا ده بيديك امكانيات رهيبه جدا في ان انت ترسم وان انت تعدل على الرسومات اللي انت اصلا عندك على الجهاز بتاعك. طبعا الكاستم شيب تقول انت ممكن تنزل شيب تانيه بتبقى موجودة على الإنترنت، يعني مثلا تيجي هنا ودوس على التيرس برضو هتلاقي فيه برضو بريزت مانجر، نفس قصة البرشات والجريديان والحاجات دي. البريزت مانجر هتعمل لود، تختار الملف الشيب اللي انت نازله على النت تعمل له لود، هيظهر عندك هنا على طول. ممكن تعمل له ديليت والكلام ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. طيب تمام، عايزين نعمل تطبيق صغير كده بالنسبة للشيب تول. تعالوا كده نعمل فايل نيو، خلي هنا وايت ار جي بي مثلا 20 20 7 2، نقول اوكي. تعالوا كده مثلا وليكن نرسم الراوند ريكتانجل تول ده اهو، مثلا ندوس دبل كليك كده عشان نغير لون، خلي لونه وليكن بالشكل ده مثلا، اوكي. وبعدين نعمله دوبليكيت، كليك يمين نقوله دوبليكيت لير عشان نكرره، نقول اوكي. وبعدين عن طريق شو ترانسفيرم كنترول ابدا اصغر شويه بالشكل ده، بعدين ابدا ادوس هنا دبل كليك تاني على اللير هنا واغمق اللون شويه بالشكل ده، تمام. وبعدين نعمل له دوبليكيت لير تاني وعن طريق الشو ترانسفيرم اصغر سنه صغيره قوي بالشكل ده، واقول له انتر بعد ما اخلص، ودبل كليك هنا وافتح اللون شويه حلوين سنه كمان بالشكل ده. فيبقى عندي هنا زي ايقونه ممكن نكتب عليها، مثلا نجيب اداه الكتابه نكتب بي اس مثلا لو فوتوشوب، يعني نكبره بالشكل ده انتر. ممكن طبعا نجيب نعمل دوبليكيت للشكل ده اهو، تمام. وبعدين نجيب اداة الدايركت سيليكشن او نجيب اداة اللي هي بتحذف الانكر بوينت، ونيجي على البوينت دي ونحذفها، ونيجي على البوينت دي ونحذفها، هيبقى الشكل عندي بالطريقة دي. بعدين اجيب اداة كونفرت بوينت تول وابدأ احط الهاندل ده بالشكل ده والهاندل ده بالشكل ده عشان يبقى الشكل بالطريقه دي. بعدين اجيب اداه الدايركت سيكشن تول واعلم على البوينت دي واعلم على البوينت دي وانا شيفت وابدا اطلع الشكل بالطريقه اللي قدامنا دي، اوكي كده مثلا. بعدين دبل كليك هنا ونفتح اللون سنه صغيره جدا، نقول اوكي، بحيث يبان التأثير بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، تمام. ده بالنسبة لتطبيق صغير طبعا على
الشيب، ممكن نعمل ايكون زي كده، ممكن برضو نجيب اداة الالكتريك مارك تول ونعمل زي جزء كده تحت هنا اهو، بعدين نعمل لير، لير ده يكون اخر حاجة تحت، يختار اللون الاسود ونقول له alt back space مثلا، وبعدين نقول له فلتر بلور، نقول له جازيوم بلور بالشكل ده، نخليها 5 مثلا، كويس 5. وبعدين ارفع الشادو فوق شوية بالطريقة دي. طيب ده بالنسبة لي مثلا لو انا عايز اعمل ديزاين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ببساطة جدا، بسيط جدا الديزاين ده، ايقونة ممكن للبي اس، لان نعلمه ندوس كنترول جي عشان يبقى جروب واحد، ايقونة بسيطة جدا للبي اس او فوتوشوب، نقدر نعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عن طريق ادوات الشيب تول. طبعا ده تطبيق بسيط كده وصغير لموضوع استخدام الشيب تول. لو في اي استفسار ان شاء الله بالنسبه للكورس، ممكن توجهوا منتديات وقف اونلاين، حطوا الاستفسار بتاعكم، و يا ريت ما ننساش نعمل شير لايك صفحه وقف اونلاين على الفيسبوك، لانه مشروع خيري وننتظر دعمنا الفتره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.